رأسي كتير عم يجاني. اوه اهلين يا عروس، مخربطه بالبواب كانك، ما لازم تكوني هون والا ما رح نستنى لبكره. بقى بدك تطلعي ولا تضلي؟ لا تكون كتير واثق، عندي شغله صغيره بعملها بسرعه وبمشي. شو هالشغله؟ مد ايدك. شو بدك تعملي؟ رح حني ايدك. بلا حكي فاضي حياه، حنيت شو؟ هاي العادات جوزي، العادات رح تحنيهم. ولك كل عادات الدنيا حنعملها، بكره في جلسه التصوير، وفي حلاقه العريس، وفي حمام العروس، يعني ما خلينا عادة إلا وعملناها، بالناقص من تحناية إيدي. مراد، شو بدك يعني ننتحس يا قلبي؟ يعني حابب يصير معنا مشاكل؟ شو يعني؟ ألا لأنه ما بدي حني إيدي رح تخرب الدنيا؟ خلصنا حياة. يا الله حبيبي بلا ما نجازف، هيك أأمن. حياة بترجاكي لو سمحتي إيمية من وشي. يا لطيف قديش بتحكي، مسيك. خلص إذا ما بدك تحنيهم تصبح على خير. وقفي وقفي روقي، خلص ما تعصبي حبيبتي. بكرة بشوفك. خلصنا، ما رح خليكي تطلعي وانتي هيك معصبة وزعلانة. مالي معصبة، امي تحت وهي معصبة من اخي، مو فاضية. تعي لقلك، شو رأيك انه نضل لحالنا هون شوي وبعدين بتنزلي؟ ما بيصير حياتي، ما فيك تقعد جنبي الليلة. تصبح على خير عريس. طلع دفتر العيلة اللي عندي مثل قلته.